تعاملنا، نفترض انه جميع المحاصرين على قيد الحياة. اعتمدنا على مجساتنا، اعتمدنا على وحدة كلاب البحث والإنقاذ، اعتمدنا على بعض الإصابات اللي أخرجناهم، قالوا إنه كان معنا ناس موجودين مثلاً في نفس الغرفة في نفس الموقع، هذول اعتمدنا عليهم، وفعلاً كثير من الحوالات يعني الحمد لله بقت بالنجاح. لن نخلي الموقع ولن نتخلى عن الموقع إلا بعد التأكد 100% من إخراج آخر محاصر.